إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، معاشر الكرام، العالم اليوم يشتكي أمرًا عجيبًا. العلماء، الخبراء، الأطباء، الكل يبحثون عن علاجٍ لنقص المناعة المكتسب، لكن هناك أيضًا نقص مناعة من نوع آخر لدى هذه الأمة. نقص المناعة هذا هو نقص مناعة في القلب، وهو ضعف اليقين والتوكل على الله رب العالمين. الله تبارك وتعالى يقول في قرآنه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. في بستان المتوكلين على الله رب العالمين تبارك وتعالى، سيد أهل التوكل أو من سادات أهل التوكل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لك أن ترى لما خرج من أرض كنعان بالشام، وتوجه وزوجه هاجر وولده إسماعيل عليه السلام إلى أرض بواد غير ذي زرع، لا شجر، لا ماء، لا إنس هناك، ومع ذلك تركهم في هذا المكان. ليس معهم إلا جراب فيه بعض من التمر، وسقاء فيه بعض من الماء، ومع ذلك تركهم وانصرف. هاجر تناديه: يا إبراهيم، يا إبراهيم، يا إبراهيم، فلا يلتفت، فتقول له: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه: أي نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. والله إنك لتعجب من توكل إبراهيم عليه السلام، وتعجب من استسلام هاجر عليها السلام. أمر عجيب، حتى أنه ورد في بعض كتب السير أن جبريل عليه السلام نزل فوجد هاجر على جبل الصفا، قال لها: من أنت؟ قالت له: أنا أم ولد إبراهيم. ولم تذكر نفسها لأنها لا تعرف، لكن إبراهيم يعرف، يعرفه أهل السماء ويعرفه رب الأرض والسماء. قالت: أنا أم ولد إبراهيم. قالت: إلى من ترككما؟ أو إلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى كاف، أو تركنا إلى كاف. قالت: تركنا إلى كاف. قال: أليس الله بكاف عبده؟ وكفى بالله وكيلا. إبراهيم عليه السلام هو أيضا لما اجتمع القوم عليه وأوقدوا النار وألقوه بالمنجنيق، نزل جبريل عليه السلام إليه أيضا وقال له: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إنها قضية التوكل عباد الله، حسن الاعتماد على الله تبارك وتعالى. لما ألمت بيعقوب عليه السلام المصائب والهموم، وتكالبت عليه الغموم، وفقد ولده يوسف ومن بعد أخيه، ماذا كانت النتيجة؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، وعليه فليتوكل المتوكلون. رد الله تبارك وتعالى إليه بصره، ورد الله تبارك وتعالى إليه ولده يوسف وأخيه، وصار معززاً مكرماً عليه السلام. إنها نتيجة التوكل على الله تبارك وتعالى. من الذي توكل عليه فضيعه؟ من الذي سأله يوما فلم يعطه؟ من توكل على الله كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن أقرضه جزاه. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بقرب فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تجزعن فإن الكافي الله. إذا بليت
فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. من سادات التوكل أم موسى ابن عمران عليهم السلام، لما أمر فرعون أن يقتل أبناء بني إسرائيل، كل مولود ذكر يولد لا بد أن يقتل، ماذا كانت النتيجة؟ ولد لها غلام موسى عليه السلام. الله تبارك وتعالى أوحى إليها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه ماذا تفعلين؟ فألقيه في اليم. اليم المخافة، الهلكة، الغرق، نعم، فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ترضعه أمه، ومع رضاعته ترضعه التوكل على الله تبارك وتعالى، وتجعله في التابوت وتلقيه في اليم، فيجتمع القوم من آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ويبحثوا عن المرضعات، ثم يرجعه الله تبارك وتعالى إلى أمه مرة أخرى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا الرضيع الذي رضع التوكل مع رضاعته للبن أمه، كانت النتيجة أنه لما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، بطنه خاوية، لم يأكل منذ 3 أيام، ومع ذلك ما سألهم شيئا، وإنما توجه إلى الله تبارك وتعالى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نتيجة التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى وحسن الظن والطلب من الله عز وجل، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وكانت النتيجة هذا الزواج المبارك أنه تزوج من ابنة شعيب. وبعد ذلك دار الحوار بينه وبين عدو الله فرعون، وخرج فرعون وجنوده خلف موسى ومن معه المستضعفين من بني إسرائيل، حتى وصلوا إلى شاطئ البحر. قال القوم من بني إسرائيل: يا موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا، فرعون وجنوده خلفنا، ماذا نحن فاعلون؟ إنا لمدركون. قال الذي رضع التوكل واعتمد على الله ووثق في الله واستعان بالله وأحسن الظن في مولاه، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فورا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إنها ثمرة التوكل عباد الله، إنه حسن الظن والاعتماد على الله تبارك وتعالى، مع العلم، الأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب، وأن تعلم أيها الحبيب أن السبب لا ينفع ولا يضر، فلا نافع ولا ضار إلا الله رب العالمين تبارك وتعالى. من ترك الأخذ بالأسباب قدح في شريعته، ومن استعان بالأسباب وترك التوكل على الله تبارك وتعالى فقد قدح في توحيده. ولذلك يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه دابته عند باب المسجد: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ قال: لا، اعقلها وتوكل. ولذلك أيها الحبيب، مع سيد الخلق، مع سيد المتوكلين، سيد ولد آدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في الهجرة لما قال له الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. في غزوة الرقاع، في غزوة ذات الرقاع، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نتخير المكان لنبينا صلى الله عليه وسلم، كنا نتخير المكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أننا
وجدنا شجرة فاستظل النبي بظلها ونام تحتها وعلق سيفه. فأتى هذا المشرك ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم لم ينتبه إليه، فأخذ السيف ثم قال: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم فزع، خاف، ارتعد: لا ورب الكعبة، بل إنه الذي توكل على الله تبارك وتعالى سيد المتوكلين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، من يمنعك مني الآن يا محمد؟ قال: الله، الله. فارتعد الرجل وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يمنعك مني الآن؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. فتركه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أعطاه العهد بعد أن عرض عليه الإسلام فأبى، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عليه العهد أنه لا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وصرفه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما اجتمع القوم لقتال المسلمين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أيها الأحباب، في بستان المتوكلين أحسن الظن بالله، توكل على الله تبارك وتعالى، إلجأ إلى الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لتكن دندنتك أيها الحبيب: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن الرجاء إلا منك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الوقوف إلا على بابك، ومن الملاذ إلا لجنابك، ومن السير إلا في طاعتك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، وكفى بالله وكيلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.